اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معنا النهارده غرف سفره كلاسيك ومودرن، ما شاء الله اشكالهم حلوه وتصميماتهم، كل غرفه احلى من التانية. الغرفه الاولى دي عجبتني جدا، نيو كلاسيك، الشغل بتاعها شيك جدا وفخم قوي للناس اللي بتحب الحاجات الفخمه في مداخل البيت. كمان في ناس بتحب غرف السفره السيمبل المودرن، في ناس بتحب الحاجات تبقى فخمة، دي برضو يعني تناسب أذواق كتير جدا. وبرضو شغل العلم اللي فيها رقيق وشيك جدا، اللون اوف وايت واللون الذهبي المط عاطلها يعني منظر حلو قوي. ده طلب الفضيات، شيك قوي وسيمبل قوي. وكمان المرايه اللي فوق البوفيه شيك جدا وفخمه قوي. اللون الكثيف في الكراسي جميل جدا، طبعا الكافيه بيمشي على الاوف وايت وبيمشي على الذهبيات. بص السفرة من ورا وشوفوا كراسي معمولة ازاي. كده معنا السفرة الأولى، هتفرج على التانية دلوقتي. دي السفرة التانية معانا، السفرة طبعا مودرن خالص، معمولة بلون الشامبين مات، باللون الكراسي بلون الكشمير، واتنين بس الفوتيل اللي على رأس الترابيزة باللون بالمشجر. الألوان المشجرة في ناس بتحبها قوي، وفي ناس يعني تختار برضو لون سادة تاني ماشي مع الكشمير، في بيختاروا كافيهات، في بيختاروا بني، على حسب برضو ذوق كل واحد. السفرة دي برضو بتناسب الأماكن اللي هو وسط، مش واسعه قوي مش ضيقه، في ناس ما بيبقاش اللي عندها حيطه واحده بس تحط فيه النيش ودلبة الفضيات. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر غرفه سفره عجبتكم. عايزكم تتفرجوا على السفره التانيه.